تسابق الدول الأوروبية الزمن قبل حلول فصل الشتاء ضيفا ثقيلا على شعوبهم في ظل غياب الغاز الروسي. وفي إطار مساعيها الرامية لتأمين بدائل للغاز الروسي، يحل الغاز المصري في مقدمة خيارات الغرب لتقليص الاعتماد على روسيا، التي أقدمت في بداية سبتمبر الجاري على وقف تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 الرئيسي الواصل إلى ألمانيا إلى أجل غير مسمى بزعم إجراء الصيانة اللازمة، وهي الخطوة التي تلاها إغلاق موسكو لخط أنابيب يامال الواصل إلى شرقي أوروبا. وتمتلك مصر مخزونا من الغاز الطبيعي المسال، وتحظى باهتمام الغرب الذي بات ينظر إلى القاهرة كشريك استراتيجي لإنقاذه من احتكار موسكو لقطاع الطاقة الأوروبي. وفي يونيو الماضي وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع مصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق بأنه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي. وبلغت صادرات مصر من الغاز إلى الدول الأوروبا أكثر من 2 مليون طن متري من الغاز في 2021، بزيادة من 270,000 طن متري في عام 2020. وبحسب تقديرات ستاندرد أند بورز، في إبريل الماضي وقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع شركة إني الإيطالية لزيادة وتكثيف التعاون في إنتاج الغاز وتصديره إلى الخارج. وقد وقعت الشركة الإيطالية إني أيضا صفقات جديدة مع الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف تصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا. وتدرس شركة توتال أنرجيز الفرنسية إعادة تشغيل مشروع متوقف للغاز الطبيعي المسال بقيمة 20 مليون دولار في موزمبيق. وانضمت شركة إكواينر النفطية النرويجية إلى شركة شال لتوقيع اتفاقية مع تنزانيا لبناء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأنجي هناك. ويظل الغاز الطبيعي المسال المحول من آسيا أحد الإمدادات المحتملة لتعويض نقص الغاز الروسي، ولكن ارتفاع الطلب على الواردات من أوروبا سيؤدي إلى مزيد من الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية، وبالتالي زيادة فاتورة الواردات الأوروبية.